العيد اجى قبل ما يجي بكره اليوم اجى العيد كيف نرفع لهم واحد يعني نرفع لهم واحد انا وين يا خال مبسوطين مبسوطين ماما لسه 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 والله لسه راح تبلع 4-2 لسه اجا فينا جول قاعدين لسه ماموس ماموسا حط 11 زمان خطير انه راح مدريد سجل جول قبل 90 دقيقه عشان ولك وحش بعرف لسه 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 مين مستعجل اتوقع لك الثاني يلا متى الثاني اتوقع اتوقع قدام نسيت الثاني اي دقيقه يعني قبل الشوط الاول لسه ما نزلت استريات اللي قبل يا اخوان اليوم السحور كان هيك نهايته المعلم ناصر جاب لنا السحور وسحرنا صحتين مو مشان شي مشان شو مشان فحته العيد اجى قبل ما يجي بكره اليوم اجى العيد مبدئيا المباراه حلوه مبدئيا حلو واحد واحد حلو وانت حكيت قبل ما تصير 10 دقائق تقول لمدريد قبل شوي طبعا والله صح والله بس انا شوف قديش دقيقه بس تعادل 10 اعتقد 11 يلا 11 بين 11 10 ما في فرق دقيقه يعني اللي حطوا 11 والله زمان خطير حكى انه راح مدريد سجل جول قبل ما تصير دقيقه 10 بس يلا يعني صار دقيقه 12 مش بينا لسه انا شو حكيت لك ريال مدريد بس يبدا بدايه هيك غبيه انسى اسمع انسى استمتع 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 يا اخوان استمتع يا سلام الباص السيتي مسحات مسحات حسام شوف اخرى ما بتزقون بعض لا ابدا ابدا هذا صديق الصدوق الذي لن اتخلى عنه مهما جرى ومهما صار خلاص ذاك اخوي ابو حميد وين مسافر انا بخجل وين مسافر اي والله هيك طالع مشوار بسيط والله مو سكانك يا زلمه لا لا ليش يا حبيبي يلا يا رب يلا كيف طيب طبعا انا حكيت لكم وين رايح مع انه اخر يوم رمضان حبيت اروح اصلي في المدينه المنوره ما شاء الله
صح عليكم كلكم، ان شاء الله ربنا بيسعدكم هيك سعادة ما بتنوى صاف، وبحقق لكم كل اشي بتتمنوا يا رب، ان شاء الله ان ربنا يتقبل منا يا رب، ان شاء الله انها تكون ساعة استجابة، طلاب التوجيه ان شاء الله ربنا بنجحكم وبيجيبوا معدلات عالية، كل حدا في باله اشي ان شاء الله ربنا بحقق له اياه، يعني تدروش يا رب تكون ساعة استجابة. حرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت ولون قدم ألبي. طبعا وأخيرا وصلت غرفتي بعد عناء طويل، أقول بسم الله اليوم جاي أعيد، رح أقعد فترة العيد هون، نشوف الغرفة كيف الفيو تبعها. اللهم صلي على سيدنا محمد، يا سلام هاي الكعبة المشرفة، ربنا يطعمها لكل مشتهي ويسعدكم سعادة ما بتنوصف. لا الفيو بز، إن شاء الله رح يكون عيد جميل، تبقى لك هون هيك كم ركعة يا رب لكل مشتهي. احكوا لي شو رايكم بالفيو. يضع الكره في المرمى ويحتفل على طريقه البنزف الاردني، لازال مشتاق يحتفل بطريقه مشتاق الخاصه بطريقه النشابه، يسجل هدف جميل، الكره راسيه حلوه 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 في المرمى. ما اتفقنا هيك تبدا المباراه 1-0 للسيتي، ما اتفقنا لهم جول زي ناصر اخوه زي كيف علي نرفع لهم واحد، يعني نرفع لهم واحد بعدين نبلش نلعب. معلم الوضع مش مبشر بصراحه، لا بدي هيك للمدريد بس يعني انا بتفائل فيهم خير. انا كنت متوقع 3-1 لمدريد بس هيك معلم الامور قاعد بتصعب شوي. شو رايك يا علي؟ انا منه علي بهمنيش على فريق وصح. معلم اليوم في مفاجاه، انا بقول اليوم في مفاجاه. لا مفاجاه راح ينسحبوا راح ينسحبوا. والله انتوا اللي شكلكم راح تنسحبوا ولا شو رايك يا ابو نعيم؟ والله يا اخوي انا اليوم راح تنسحبوا شكله. انا حاسس حالي بحلل. اليوم المفاجاه انتظروها معلم. Ha ha ha!